السلام عليكم الخوت، راكم عزاز، بارك الله عليكم. نساو الاشتراك والبارطاجي وتشجعوني الخوت، راكم عزاز من القلب. والله تراكم عزاز، الله يحفظكم ونساو الشجاعات ديالكم الخوت. غنوريكم، يطلع لكم واحد الفيديو القلب ديال سان باولو، واحد الجولة في الاونيبوس في الطوبيس الخوت. يوريهم الاونيبوس بزاف، تشوفوا بزاف، شوفوا نساء الشارع، نساء الشوارع، في ناس اللي ناعسين في الشارع مشردين، شي اللي خدام، كل واحد جميع الجنسيات. هات اخو تنقطع الشانطي، الطوبيس غيضرب لي، الله يحفظني. دعوا معايا، الله يحفظنا، الله يحفظنا، رجع لوالدينا. راكم عزاز الخوت، كيف قلت لكم هذا الفيديو غيطلع لكم، راه فيديو زوين، جولة في الطوبيس الخوت. وقلت اجي نصور لكم الاجواء ديال اليوم السبت، اجواء اليوم السبت الخوت. وراكم عزاز، وبقاو تقعدوا تفرجوا في الفيديو، ولا عجبكم الفيديو منساوش الاشتراك والبارطاجي، شاركوا عندي الخوت. راكم عزاز، الله الخوت، راكم عزاز بالصح، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم الخوت عندي. كيفاش كيف الفيديو اللي غيطلع الخوت غيبان لكم من عندنا، شي اللي مشرد، شي اللي خدام، كلشي مخلطه الدعوه، كل واحد واش يدير الخوت. لا خدمتي ودرتي راه غتلقى، لا شبعتي شي حاجه خايبه راه غتشرد في الشارع، ولا تيا ولا انتيا لا درتي شي حاجه خايبه راه غتولي واقف في الشارع. شتي الدريات الله يستر واقفين في الشارع الخوت، حتى واحد ما مدي فيهم، بحال واقفين تيتسوموا سوموا فيهم الله يستر، عادينا واقفه تجي تسوموا فيهم. راكم عزاز، مرحبا بكم، الشيء اللي بغيت نقول لكم. وتبارك الله على الناس كاملين اللي تتفرجوا فيا، والبلاصه اللي ساكن فيها اكثر اللي ساكن في هذوك الولي ديالين صغيرين، تمشوا لديك السويقات ها مشم كتفرج فيا، مرحبا بكم، راكم عزاز. انا الشيء اللي بغى يشوفني راه انا احفظكم. خاصك قاد القادومه كبرات الشيء الخوت. راكم عزاز، مرحبا بكم، هاش بارك الله عليك. كيف شفتوا في هذا الفيديو الخوت، راه عادي هنايا الفساد عادي عندهم. كيف شفتوا راه واقفين في الشارع، شتيهم راه كيف شفتوا هذيك الزوميت عليهم، هذوك ماكين في الشارع ديال دفع ليهم فلوس، هذاك عادي الخوت عندهم عادي، واقفين عادي. وبنادم هذوك اللي شتيهم الخوت اللي شاردين في الشارع و تياكل في الزبال وداك الشيء، هذوك الخوت هما اللي تيتبعوا البلية و تيتبعوا الاشياء اللي تيتبع البلية، بحال اللي الهيروين و الكوكايين. الخوت
هادشي يخرج على راسو، تولي بحال داك الخوت كيفاش شو في ديك السيد هذاك، تولو بحالو. الشي اللي باغي تنصحكم، تنصح الدراري اللي كيكونوا باغيين يجوا للبرازيل، تفاداو البلية وتفادوا الحاجة الخايبة، ويصليو أحسن حاجة، وطلبوا الله وصليوا الله حتى توصل أي أي حاجة. لكن الخوت اللي جيتو تبعتو هذيك البلية وداك الشيء، راه ما تقولو داك الهيد ديال الحماق ديال الشرايب وأكتر التشراب والشي ديال ليه، هذيك راه ما يخرجك في شي بلاصة. داكشي اللي بغي ننصحكم الخوت، تبارك الله عليكم، راكم عزاز. بقاو في الفيديو هذا اللي غطلع دابا، أجواء لسان باولو، الأجواء من القلب ديال سان باولو، كيفاش اليوم السبت يدوز. غتبقاو معانا، نبقاو معانا الخوت، وشوفوا راكم عزاز. الله يحفظ.
انكم استمتعتم متابعه في الفيديو الخوت وعجبكم، ونتمنى تكون عجبكم، ونتمنى تكونوا بالف خير وسعاده وصحه والسلامه الخوت. راكم عزاز اقسم بالله، تنحلف راه مني تنحلف راه شي حاجه اخرى، تنحبكم في الله سبحان الله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم تنحبكم في الله، لان ها تنحب هذوك كلشي اللي تيسبني انا ما كنسبو ما والو، لا سبني راه الدائش ديالي واكثر الحمد لله اللي يحبوني وشي. راكم عزاز ها الشعب الشيء الشعب البرازيلي ها هذيك مجزاره في الفيديو اللي فات راه فين صورتها الشيء صورت ليه بقاو معانا كندخل واحد الميركادو كيف قلت لكم الخوت ما تنساوش تشاركوا عندي وتشجعوني الله يعزكم والله ينصركم والله يحفظكم. راكم عزاز الخوت من طنجة للقويرة، الناس اللي تعيطوا عليا من اي بلاصة طنجة من اكادير من كل شيء من كازا كل شيء، مرحبا بكم. راكم عزاز راه مشينا شينا الروزة البرازيل راه ما كاين الروز، الروز مع الطوس سو نساوش تشاركوا الخوت. راكم عزاز مرحبا بكم سلام.